باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته إلى الأبد أمين. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في برنامج منهج حياة، كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. تأملنا في 10 نقاط. النقطة الأولى، كونوا رحماء، فالرحمة هي فيزة الدخول للملكوت الأبدي. نمرة 2، تأملنا في كونوا رحماء، فالرحمة هي أهم حيثية هتدينا الوضع المتميز في السماء. فرب المجد بيقول إيه؟ من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجر. نمرة 3، تأملنا في كونوا رحماء، ليس فقط بالإحسان بل بتنمية كل إنسان. نمرة 4، تأملنا في كونوا رحماء بحب. نمرة 5، تأملنا في كونوا رحماء بفرح وسرور. نمرة 6، تأملنا في كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم إخوة الرب الأصغر. نمرة 7، تأملنا في كونوا رحماء مترنمين، من يدك يا رب أعطيناك. نمرة 8، تأملنا في كونوا رحماء بسخاء بل من الأعواز. نمرة 9، تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء. نمرة 10، تأملنا في كونوا رحماء مميزين، مش أي حد، لا، نميز لمن نعطي. وده اللي قاله القديس يهوذا الرسول في رسالته، ارحموا البعض مميزين. بعد ما تأملنا في كونوا رحماء، بدأنا تأملنا في بركات الرحمة في حياة الرحماء هنا على الأرض. بركة الأولى أحبائي بركة لقاء الرب. كنت جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. بركة الثانية، أن الرب يبارك في كل أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديهم. بركة الثالثة، الرب يفيض على الرحماء البركة. بركة الرابعة، الرب يبارك نسل الرحماء، ودي بركة مهمة جدا. داود النبي قال في مزمور 37، كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءف ويقرب ونسله للبركة. بركة الخامسة، أن ربنا يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركته. في أمثال 22 يقول سليمان الحكيم، الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير. يشوع بن صراخ يقول، ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركته. بركة الستة، إن ربنا ينجي الرحماء في يوم الشر. بركة السبعة، ربنا يحفظ الرحماء. بركة التامنة، ربنا يحيي الرحماء. بركة التاسعة، ربنا يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض. مغبوطين يعني في حالة سرور وبركة. بركة العشرة، الرب لا يسلم الرحماء إلى مرام أعدائهم. بركة 11، الرب يعضد الرحماء وهم على فراش الضعف بل ويمهد مضجعهم كله. بركة 12، يا أحبائي سعادة الرحماء. بركة 13، الرحماء يدبرون أمورهم بالحق والعدل. بركة 14، الرحماء قلبهم ثابت من البداية للنهاية أثناء التجربة. بركة 15، الرحماء يرتفع قرنهم بالمجد. وده اللي قاله داود النبي في مزمور 112، قال إيه؟ سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، يدبر أموره بالحق، لا يخشى من خبر السوء، بداية التجربة. بركة 16، يا أحبائي الرب لا يتخلى عن الرحماء. بركة 17، يا أحبائي الرحماء يجدون نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18، يا أحبائي
أن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترع الخير. تعبير جميل قوي، مخترع الخير ده. في ناس تقعد تفكر إزاي تعمل الخير. بركة 19 يا أحبائي، الرحمة والحق تستر الخطية، وده اللي قاله سليمان الحكيم في أمثال 16، بالرحمة والحق يستر الإثم. بركة 20، الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21، الرحمة تسند كرسي الملك. بركة 22 يا أحبائي، الرحماء يحسنون إلى أنفسهم، مش يحسنون إلى الفقراء، يحسنون إلى أنفسهم. وده اللي قاله سليمان الحكيم في أمثال 11، الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. بركة 23 يا أحبائي، ربنا يجازي الرحماء عن معروفهم. وده اللي قاله سليمان الحكيم في أمثال 19، من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. بركة 24 قالها سليمان الحكيم في أمثال 21، قال إيه؟ قال التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة. بركة 25 يا أحبائي، من يصنع الرحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة. ده اللي قاله سليمان الحكيم في سفر الجامعة، في جامعة 11، ارمي خبزك على وجه المياه، ارمي الخير على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. بركة 26 يا أحبائي، الله لا يصرف وجهه عن الرحماء. وده اللي قاله طوبيد الصديق لابنه طوبيا، قال له يا ابني لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. بركة 27، الرحماء ينعمون بمفعول الرحمة العجيب تجاه الخطية. الرحمة تنجي من الخطية. بركة 28 يا أحبائي، خير الرحماء. طوبيد الصديق بيقول لطوبيا ابنه وهو على فراش الموت، قال له احفظ يا ابني الناموس والأوامر وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير. خير الرحماء، ده اللي بيقوله أشعياء النبي، قولوا للصديق خير في أشعياء 3. بركة 29 يا أحبائي، أن الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. في سراق 4 يقول إيه؟ كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30 يا أحبائي، مكانة الرحمة عند الله كخاتم عنده ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. الآية دي يا أحبائي مهمة جدا، وردت في يشوع بن صراخ إصحاح 17، يقول إيه؟ صدقة الرجل كخاتم عنده فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31، نصرة الرحماء. ربنا دايما بينصر الرحماء. يشوع بن صراخ بيقول في إصحاح 40، الأخوة والعون لساعة الضيق لكن نصرة الرحمة فوق كليهم. من البركة 32 للبركة 39 وردت في أشعياء 58، ربنا بيقول إيه على فم أشعياء النبي؟ هذا صوما أخطار، أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. دي البركة 32، نور الرحماء. حينئذ تنبت صحتك سريعا، دي البركة 33. حينئذ يسير برك أمامك، دي البركة 34. حينئذ مجد الرب يجمع شملك،
البركة 35، حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول ها أنا ذا، للبركة 36، حينئذ يقودك الرب على الدوام، للبركة 37، حينئذ يشبع الرب في الجدوب نفسك فتصير كجنة مروية وكنبع مياه لا تنقطع مياهه، للبركة 38، حينئذ تبنى منك الخرب القديمة وتقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة ومرجع المسالك للسكنة، للبركة 39، وهي الرحماء ونعمة البناء والترميم. بركة 40 يا أحبائي اطمئنان الرحماء، وده اللي قاله دانيال النبي لنبوخذ نصر الملك، قال له فارق أسامك بالرحمة بالمساكين لعله يطال اطمئنانك. بركة 41، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، ودي اللي جت دي التطويبة الخامسة. بركة 42 يا أحبائي نقاوة الرحماء، رب المجد بيقول إيه؟ اعطوا ما عندكم صدقة هوذا كل شيء يكون نقيا لكم، فكل ما يتصدق المرء كل ما يتنقى قلبه. بركة 43 يا أحبائي كمال الرحماء، ربنا قال للشاب الغني إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. بركة 44 الأجر العظيم للرحماء، ربنا قال في لوقا 6 احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. بركة 45 أن الرحماء هم خاصة أبناء الله العلي. في نفس الإصحاح ربنا بيقول إيه؟ احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي. فالرحماء خاصة بني العلي. بركة 46 يا أحبائي المعطي المسرور يحبه الرب. أما البركة 47 يا أحبائي فهي اكتفاء الرحماء. بركة 48 يا أحبائي أن الرحماء يزدادون في كل عمل صالح. بركة 49 يا أحبائي أن الله يكسر بذار الرحماء، بذار الخير في إيديهم، وينمي غلات أو ثمار بر الرحماء، وده اللي قاله معلمنا القديس بولس في كورنثوس الثانية صحاح 9 آية 10، والله الذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات أو ثمار بركم. تأملنا يا أحبائي في تشبيه أعمال الرحمة والعطاء بالزرع والحصاد. تأملنا يا أحبائي كيف أن ربنا يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل أو للأكل. وبدأنا تأملنا إزاي ربنا ينمي غلات أو ثمار بر الرحماء. موضوع تأملنا في هذه الحلقات أبونا إبراهيم الذي أعطى ملكي صادق عشرا من كل شيء، الذي أضاف الغرباء بسرور ولم تكن وصية إضافة الغرباء قد جاءت بعد، أبونا إبراهيم الرحوم السخي، ربنا كان بينمي غلات بره. شفنا إزاي ربنا نمى حياة الصلاة والمذبح في حياته، شفنا إزاي إيمانه، تأملنا في محبته، تأملنا في اتضاعه. النهاردة أحبائي هنتأمل في غفرانه وكيف كان يبادر بالسلام، نفس الموضوع اللي بنتأمل فيه في تكوين 13،
يقول الكتاب المقدس: فصعد إبراهام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب. بعد ما قعد فترة في مصر، فترة المجاعة، رجع تاني لإسرائيل. وكان إبراهام غنياً جداً في المواشي والفضة والذهب. ولوط السائر مع إبراهام كان له أيضاً غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معاً، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدر أن يسكن معاً. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبراهام ورعاة مواشي لوط. فقال إبراهام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. وهنا يا أحبائي اتكلمنا في الجزئية دي عن محبة أبونا إبراهيم وعن اتضاع أبونا إبراهيم. النهاردة بقى عايز اتكلم عن غفرانه، لأنه لما جاله الخبر أن رعاة مواشي لوط اتخانقوا مع رعاة مواشي، كان مفروض يقول ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ازاي؟ إنما غفر وبادر بالسلام. خلي بالكم يا أحبائي، لأنه طول النهار ناس متخانقة مع بعض، طول النهار الناس زعلانة مع بعض، ومحدش عايز يغفر ويبادر بالسلام. تلاقي واحدة وجوزها مثلا زعلانين، طب نبادر بالسلام، لا هو اللي يجي أو هي اللي تعتذر. إيه طب يعني، لا لا، ما أنا سنة لو اعتذرت هتولف على كده، وهي تقول لو هو ما اعتذرش هيولف على كده، ويديله بقى. مين يبادر بالسلام ومين يغفر؟ مين اللي يغفر ويبادر بالسلام زي ما عمل أبونا إبراهيم؟ لوط ده ابن أخوه، المفروض يقول له إزاي رعاتك يرفعوا عينيهم في رعاتي إزاي؟ إنما لا، غفر، غفر وبادر بالسلام. رب المجد بيقول إيه؟ طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. خليك صانع سلام بينك وبين اللي أنت زعلان معاه، ولما تعرف أن اتنين إخواتك روح اصنع سلام بينهم، بادر بالسلام. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. شعياء النبي يقول إيه في شعياء 52؟ ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون قد ملك إلهك. دي اللي قالها معلمنا القديس بولس في رومية 10، كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. بادر بالسلام واغفر، بادر بالغفران وبادر بالسلام. أمثال 19 يقول إيه؟ تعقل الإنسان يبطئ غضبه، وفخره الصفحة عن معصية. يوم ما تغفر أنت، ده فخر ليك، فخر ليك، مش فخر ليك أنك تتشبث برأيك. أمثال 19:11، تعقل الإنسان يبطئ غضبه، وفخره الصفحة عن معصية. اغفر وبادر بالسلام زي ما عمل أبونا إبراهيم، غفر للوط وبادر بالسلام. رب المجد بيقول في العظة على الجبل: قدمت قربانك إلى المذبح، وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك.
كل يوم في أبانا الذي في السماوات بنقول إيه؟ واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. معلمنا القديس بطرس الرسول بيقول لربنا في متى 18: كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة. 7 مرات، 70 × 7 بكام؟ ب490. يعني لما يخطئ ليك أخوك في اليوم 490 مرة اغفر له. وصلي يقول: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين إلينا. زي ما أبونا إبراهيم غفر وبادر بالسلام. في رومية 12 يقول: إن جاء عدوك اطعمه، وإن عطش اسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. يقول معلمنا القديس بولس الرسول: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح، في أفسس 4. أختم حديثي يا أحبائي في هذه الحلقة بقصة جميلة جدا اسمها قصة جسر الغفران. كان في 2 إخوات، واحد اسمه جون والتاني اسمه بيتر، بينهم 2 سنين. كان جون هو الكبير، بيتر هو الصغير. أبوهم ساب لهم قطعة أرض وكانوا بيزرعوها مع بعض، واتجوزوا وكل واحد فيهم ربنا رزقه بعيال، والأمور كانت في سلام وأمان حوالي 30 سنة، 30 سنة، وعايشين مع بعض ومبسوطين، بيزرعوا مع بعض ويقصدوا مع بعض، وكل الأمور بخير. هوب، دخل عدو الخير بينهم والدنيا سخنت شوية. أنت مش عارف الأرض دي عملت فيها إيه، أو رعاة المواشي بتوعك عملوا كذا، لا ده يعني قامت حاجة صغيرة كده، كبرت 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 كبرت. بيتر الصغير كان سخن شوية، فأول ما لقي الحكاية كبرت كده قال له: خلاص ما نكلمش بعض، ونرفز. وراح راكب البلدوزر، وكان في نهر كده بيسقي الأرض كلها، راح حافر أرض، حافر نهر صغير كده بين أرضه وأرض أخوه. يعني الترع اللي كانت بتزرع بتروي كانت على طول الأرض، راح هو شائق يعني نهر كده في وسط بين أرضه وبين أرض أخوه، وقال له: أنا لوحدي وأنت لوحدك، ولا أجيلك ولا تجيلي، والدنيا سخنة. ده بيتر عمل كده. فأخوه جون الكبير فزعل قوي، واتصل بواحد صاحبهم كان نجارا، صاحب الاثنين، قال له: شفت الصغير عمل ايه؟ فأنا عايزك تبني لي سور. هو حفر نهر، ابني لي سور على أرضي من الخشب عشان ولا أشوفه ولا يشوفني، ولا أشوفه ولا إيه ولا يشوفني، مش مجرد بس النار اللي يفصلنا إحنا الاثنين. فقال له: حاضر حاضر حاضر. قال له: أنا عندي مشوار في القاهرة، هروح وهرجع، تكون بنيت السور ده عملته، أنا هغيب 2 أو 3. قال له: حاضر حاضر حاضر. صاحبهم ده كان راجل جميل وروحاني، فراح كلم بيتر، قال له: ايه بس اللي زعلكم؟ حكى له القصه، قال له: 30 سنة اخوات وتحصل قصه زي كده، ما نبادر بالسلام. قال له: خلاص انا حاضر ابادر بالسلام. قال له: بص، انا بدل ما هبني سور انا هبني جسر، هعمل جسر وهركبه بالخشب كده. ففعلا عمل، قال له: بس بشرط اول ما يجي جون من السفر تكون انت واقف فاتح ايديك كده. قال له: حاضر حاضر. ففعلا بنى هذا الجسر بالخشب. جه جون قال له: ايه فين السور؟ السور فين؟ فلقي بيتر واقف، قال له: اخويا حبيبي، ورفع ايده كده اهو،
فما من جون إلا إنه تقدم، ده تقدم من هنا وده تقدم من هنا، وفي نص الجسر تعانقوا وبكوا. بصوا بقى لأخوهم الذي بنى جسر الغفران، قالوا له أنت السبب، تعال كل معنا لقمة. قال لهم معلش عندي جسور كثيرة عايز أبنيها بين الناس، فمعلش أنتوا تفضلوا تأكلوا مع بعض وأنا هشوف وقتي لكي ما أشترك في بناء الجسور. هكذا كان أبونا إبراهيم غفورا ومبادرا بالسلام مع ابن أخيه، قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتك ورعاتي، لأننا نحن أخوان، إحنا أخوات، إن اعتزلت يمينا فأنا شمالا وإن اعتزلت شمالا فأنا يمينا. وغفر وبنى جسرا للغفران وبادر بالسلام. كل ما نكون رحماء يا أحبائي، كل ما ربنا ينمي في قلبنا غلات بر الرحماء أو ثمار بر الرحماء. شفنا في حياة أبونا إبراهيم، نمى في حياته الصلاة، الإيمان، المحبة، الاتضاع، الغفران، وكان مبادرا بالسلام. النقطة اللي عليها الدور بقى بتاعت الأسبوع الجاي، كان أمينا وشهما. إلى اللقاء يا أحبائي في الحلقة القادمة إن شاء الله. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن للأبد آمين.